مرحبا الأربعاء 4 حزيران 2014 وحلقة جديدة من برنامج أخبار الصباح. اليوم بحلقتنا مواضيع كثيرة، أولا أسباب التدني الواضح بإنتاج سنوبر بتقرير خاص، افتتاح حديقة الصنايع بعد الانتهاء من أعمال الترميم والتجديد، إصدار فكر جديد مترجم للغة العربية رواية بوست أوفيس أو مكتب البريد لتشارلز بوكوفسكي، وحفل إطلاق كتاب للباحث جان داي جمع أكثر من 50 مقالة للمفكر والأديب اللبناني أمين الريحاني. أما ضيفنا لليوم الأب كمال طعمي لنحكي معه أكثر عن الاحتفالات اللي ما زالت عم تتابع بمناسبة عيد القديسة رفقة ببلدة حملية. أما البداية ومثل العادة مع أحوال الطقس، ومعنا على الخط صباح الخير، خليني أعرف من معنا. صباح النور يا الله أستاذ عباس، كيفك؟ هلا بك، ماشي الحال، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. تفضل، كيف رح بيكون الطقس اليوم؟ اليوم في ارتفاع ملحوظ بالحرارة حسب ما سمعنا، مزبوط؟ نعم صحيح، في كتل هوائية حارة عم تسيطر على مناطق الحوض الشرقي المتوسط. درجات الحرارة اليوم راح ترتفع بشكل ملحوظ، الرطوبة راح تنخفض، راح يكون في رياح خاصة خلال الليل، رياح حارة طبعا. نعم. ممكن نشهد بعض الأمطار الخفيفة الموحلة خلال الليل فجر الخميس، ليل الأربعاء فجر الخميس. نعم. بكرة راح تبلش درجات الحرارة بالانخفاض، طبعا في عنا رياح ناشطة وقد تشتد أحيانا، في أمطار متفرقة، ممكن أحيانا نسمع دوي الرعد، يعني في عواصف رعدية أحيانا ببعض المناطق. نعم. الجمعة كذلك الأمر، كمان الأمطار مستمرة إنما حتكون متقطعة يعني. نعم. درجات الحرارة اليوم بحدود 35 و36 على الساحل، فوق الجبال 33 درجة كحد أقصى، وبالداخل بين 35 و36 درجة. وبكرة بتبلش تنخفض لتوصل لأي درجة؟ نعم، بكرة طبعا ما راح نحس فيها إنه تنخفض لبعد الظهر، بحدود ال 27 أو 28. نعم، شكرا لك أستاذ عباس عبيد، يعطيك ألف عافية، أكيد نرجع نحكيكم بكرة. إلى الأخبار السياسية مع بيارات، مرحبا. مرحبا جوال، لألك ولكل المشاهدين. جولة على عناوين صحف اليوم من بلشة. جولتنا من بلشها مع عناوين صحيفة النهار: الانتخابات السورية تمدد للأسد والحرب، واشنطن تصفها بالعار وموسكو الائتلاف، الجربة دعا إلى تغيير ميزان القوى العسكرية على الأرض، العمليات العسكرية حافظت على وتيرتها التصعيدية في أنحاء سوريا، السيسي رسميا رئيسا لمصر ب 96.91%، والعاهل السعودي دعا إلى مؤتمر للمانحين، كاري اليوم في بيروت واللاجئون إلى 1.6 مليون، الحكومة تتعثر في الاتفاق على آليات عملها. افتتاحية النهار لليوم بألم سمير عطلة حملة عنوان الحمد لله، وختاما هل تجرى الامتحانات ويقاطع التصحيح؟ من صحيفة النهار إلى صحيفة السفير: رسائل الانتخابات السورية وفوز الأسد، حكومة موسعة ونعي لجنيف وترميم الدور الإقليمي، أبو فعور للسفير: جنبلاط يؤيد توسيع الشراكة، عكار: مخاوف من تفشي الأوبئة في مخيمات النزوح، حكومة التوافق حسابات فلسطينية وتهويل إسرائيلي، إسرائيل تخدع الأمم المتحدة تصدير السلاح ب5 مليارات دولار، كاري في بيروت دعما للفراغ، بري وسلام يهددان، وختاما بصحيفة السفير: الملك السعودي أول المهنئين ودعوة لروحاني إلى حفل التنصيب، السيسي رئيسا لمصر حان وقت العمل والبناء. إلى صحيفة الحياة وبأبرز عناوين اليوم: الأمن يجبر السوريين على الابتهاج بالانتخابات والمعارضون تحت النار، الائتلاف يعتبرها اقتراعا إيرانيا والشرع يغيب عن المشهد، خادم الحرمين يحضه على حوار وطني ويدعو إلى مؤتمر مانحين لمساعدة مصر، السيسي رئيسا ب 96.9%، حان وقت العمل، سلام أكد أن لبنان لا يحتمل لوحده أزمة النازحين، وكيم وعد بتفعيل الصندوق الائتماني، كاري في بيروت اليوم ليحض على انتخاب الرئيس، اليمن حشود في عمران تمهد لمعركة فاصلة مع الحوثيين، مونديال 2022 قذائف الاتهامات تطاول بلاتيني، الحلف يؤكد سحب روسيا معظم جنودها من حدود أوكرانيا، أوباما يعلن خطة أمنية لطمأنة أوروبا، وختاما أردوغان يشن حملة قاسية على الصحافة الأجنبية.
إلى صحيفة المستقبل، السلام يحض على حسم الآلية للصبر حدود. كاري في بيروت للقاء رئيسي المجلس والحكومة والبطريرك، حرص رئاسي ودعم حكومي. 20 برميلا متفجرا على دريا، وباريس رأت تنافسا بين بشار وبشار. واشنطن انتخابات الأسد أعار. السيسي يتعهد بعد فوزه رسميا بتحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية. خادم الحرمين يدعو إلى مؤتمر مانحين لمساعدة مصر. أوباما يستبق قمة السبعة بالتزام تعزيز الناتو. ودايما بالمستقبل، انتخابات عبر الحدود، إهانات بلا حدود. وختاما، بزنس مونيتور تتوقع انتعاش خدمات الخلوي بعد خفض التعرفة. إلى صحيفة الأنوار وبعناوين يوم الأربعاء، الحكومة تنشط أمريكيا ودوليا مع كاري ورئيس البنك الدولي. الاحتفالات تعم مصر بعد الإعلان رسميا عن فوز السيسي. العاهل السعودي يدعو لمساعدة مصر على اجتياز أزمتها الاقتصادية. الانتخابات الرئاسية في سوريا يرافقها سقوط قذائف في دمشق. حفتر، معركة ليبيا قد تستغرق سنة. وختاما بالأنوار، غارات يمنية بعد سقوط 120 قتيلا. ننتقل إلى صحيفة اللواء، كاري زيارة طارئة لنقل رسالة دعم لحكومة السلام. رئيس مجلس الوزراء لباسيل صبور ولكنني واضح وحازم في تطبيق الدستور. الغرب يتحضر للرد، بقاء الأسد يقابل بتسليح المعارضة. مقاطعة كردية وواشنطن تكرر الانتخابات انفصام عن الواقع. في خطاب الفوز، المشير يتعهد بتحقيق العدالة الاجتماعية. الملك عبد الله، انتخاب السيسي يوم تاريخي لمصر. بوتين يلتقي الفيصل في سوتشي. وختاما بلواء صيدا والجنوب، القوة الأمنية في عين الحلوي قبل رمضان. وختاما، 100 من مناصري الأسير في التعمير. جولتنا مكفية، والعنوان العريض بصحيفة البلد لليوم، هدنة في مجلس الوزراء وحراك فرنسي أمريكي في بيروت. سوريا تنتخب رئيسها. تدابير الحدود تحول دون استنساخ مشهد اليرزي. كي تبقى بعلبك مدينة الشمس. الحكم يعادل، واتجاه لاستكمال النهائي بلا جمهور. السيسي رئيسا لمصر بنسبة 96.9%. وختاما، الصلاحيات تغري الحكومة والتوقيع لأكثرية الحضور. إلى ترجمة لعناوين صحيفة ديلي ستار لليوم، وبأبرز العناوين، سوريا تصوت بالدم والغرب والثوار يعتبران الأمن مهزلة. جعجع يلوم عون على الفراغ الرئاسي. رئيس البنك الدولي يحث المانحين على ضخ المساعدات للاجئي لبنان. أما بترجمة لعناوين صحيفة لوريون لجور لليوم، مهزلة تحت القذائف، جو سوريالي في دمشق، تصويت انتخابي على خلفية التفجيرات، أصوات القذائف وغارات جوية مكثفة. الديكتاتور لا ينتخب، بل هو يبقى بالسلطة بالقوة والخوف. ماذا وراء زيارة كاري الخاطفة لبيروت؟ وختاما، سلام يحذر من انهيار الاقتصاد. وختاما، عنوان أخير، نحو انتخابات تشريعية لكسر الشرخ 8-14. أما بصحيفة الشرق وبأبرز عناوين اليوم، كاري اليوم في بيروت وقريبا موفد فرنسي. مجلس الوزراء، الصلاحيات مؤجلة أسبوعا. بشار ينتخب بشار بالبراميل المتفجرة. السيسي رئيسا ب 96%، والرياض أول المهنئين. وزير الداخلية يمنع الدراجات القاتلة ليلا. تركيا تدرج النصرة على لائحة الإرهاب العالمي. صيف موعود بالتقنين الكهربائي القاسي. ودايما مع صحيفة الشرق، المشنوق ينتصر على الأسد انتخابيا. من عمر كرامي إلى فيصل كرامي، العام 1990. الادعاء على عرموني باختلاس أموال عامة. وختاما، سلة لبنان، الحكم يعادل الرياضي 2-2. من صحيفة الشرق جولتنا مكفاية، ووصلنا لأبرز ما عنونته صحيفة الشرق الأوسط لليوم. السيسي رئيسا بنسبة 96.91%، ويتعهد بتحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية. خادم الحرمين الشريفين، كل من يتخاذل عن دعم مصر لا مكان له بيننا. حضور إيراني لافت وإدانة دولية. أنصار الأسد ينتخبونه على أنقاض سوريا. نائب رئيس البرلمان اللبناني للشرق الأوسط،
الفراغ الرئاسي مسؤولية المسيحيين. الزعماء العرب يهنئون السيسي بالرئاسة. ودايما مع صحيفة الشرق الأوسط الجنرال دمسي، سنعرف ظروف أسر الجندي الأمريكي عندما يصبح قادرا على الحديث. خمسة من قيادات طالبان أحرار في الدوحة. وختاما بصحيفة الشرق الأوسط، أوكرانيا في قلب حراك دبلوماسي بين ثلاث عواصم أوروبية. أوباما يقترح خطة أمنية لأوروبا الشرقية بمليار دولار. أما بعناوين صحيفة الأخبار لليوم وبأبرز العناوين، الخلاف على وراثة صلاحيات الرئاسة مستمر، الحكومة إلى تعطيل. وختاما، الحكومة تتلطى خلف البنك الدولي، خصخصة الكهرباء قريبا. وجولتنا على صحف اليوم بنختمها مثل كل صباح مع عناوين صحيفة الجمهورية يلي عنونت كاري يخرق الجمود لساعات. لقاء بوتين الفيصل بداية جديدة أم تأكيد مواقف؟ انتخاب الأسد يطلق حرب استنزاف في المنطقة. أوباما يطمئن حلفائه من موسكو. الحكمة يعادل الرياضي وإشكال يهدد النهائي. وبيصدر مع صحيفة الجمهورية مثل صباح كل نهار أربعة ملحق خاص بالتكنولوجيا. جولتنا على صحف اليوم بتكون وصلت على ختامها. بريك ومن بعده جولة على أبرز المواعيد الثقافية، فضلكم معنا.